حيو مسهلا متابعينا الكرام إلى سؤالنا التالي: كم عدد مشاريع البحوث العلمية اللي تم تمويلها بتكلفة تجاوزت 1,000,000 ريال عماني من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؟ وإحنا نطرح كل الأسئلة على ضوء الجائزة الوطنية للبحث العلمي في نسختها 10، والحديث إن شاء الله تعالى مع المدير المساعد لدائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للساب هيثم بن حمد السالمي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أختي الكريمة، ونمسي على الحضور بكل خير. يا مرحبا وسهلا فيك معنا. أول شيء خلينا نعرف المستمعين عن هذه الجائزة، وهي في نسختها 10، ولكن ما يمنع أن نحن نخبر المستمعين أكثر عنها من جديد. نعم، الجائزة الوطنية للبحث العلمي تعتبر هي ترجمة لاهتمام سلطنة عمان في دعم العلماء والباحثين والمبتكرين لتحفيزهم لتقديم بحوث علمية رصينة وذات محتوى عالي تقدم حلول علمية للتحديات الوطنية. هذه الجائزة الوطنية للبحث العلمي تحفز كذلك الباحثين وتؤهل الكوادر البحثية للتنافس على تقديم مقترحات ذات أولوية في رؤية عمان 2040، وكذلك الأولويات البحثية الموجودة في كل مؤسسة من المؤسسات، إلى جانب تعزيز الوعي البحثي والعلمي كذلك، وتشجيع إجراء بحوث علمية، بالإضافة إلى دعم نشر مخرجات هذه البحوث في المجلات العلمية المحكمة ذات التصنيف العالي، والمساهمة في رفع مؤشرات سلطنة عمان الدولية. ولله الحمد في جهود الوزارة والتعاون مع شركائنا قد أثمرت في رفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 10 مراتب، لتصبح المرتبة 69 من بين 132 دولة في هذا المؤشر الدولي الهام. جميل. يعني اليوم لما أيضا نتكلم عن هذه الجائزة نبغى نتكلم عن الملتقى السنوي للباحثين، واللي من خلاله أيضا تم توقيع مجموعة من العقود البحثية، صحيح؟ نعم، في هذا البرنامج أو في هذا الملتقى تم كذلك إضافة فقرة توقيع العقود البحثية لجميع المؤسسات البحثية. عندنا برنامجين تم توقيع العقود البحثية لها: برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، واللي هو مخصص للجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية الأكاديمية، وكذلك عندنا برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية اللي هو الموجه للمؤسسات البحثية الحكومية. برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة تم تمويل فيه أو تم إجراء عقود بحثية تم توقيعها اليوم بحمد الله لعدد 27 أكثر من 26 مؤسسة بحثية بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,000,000 ريال عماني، وعدد المشاريع البحثية الإجمالية تجاوزت 300 مشروع بحثي لمختلف المؤسسات الأكاديمية. بالنسبة لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية كذلك تم توقيع كذلك اليوم العقود البحثية للمؤسسات الحكومية. هذا البرنامج، برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، يركز على دعم مؤسسات القطاع الحكومي وبتمويل كذلك تشاركي بنسبة 50% وفق أولويات بحثية تحددها هذه المؤسسات حسب دور الاسترشاد المعتمد للبرنامج، بهدف إيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه القطاعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. طبعا تحت مظلة هذا البرنامج، هذا البرنامج برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، تم توقيع العقود البحثية لعدد 6 مؤسسات حكومية بتكلفة تجاوزت 800,000 ريال عماني، وعدد المشاريع البحثية كذلك تجاوزت 25 مشروع بحثي لهذه الجهات الحكومية. نعم، جميل. طب أنا ممكن أستوضح منك لما نقول مشروع بحثي، إيش الفرق بينه وبين أن أنت يعني تمول بحث كامل؟ هل في فرق ولا هو نفس الشيء؟ هو المشروع البحثي هذا يتم تقديمه وفق أولويات البحثية لكل مؤسسة. فمثلا على سبيل المثال تجي الوزارة، مثلا وزارة الصحة على سبيل المثال، أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أو هيئة البيئة، أو وزارة النقل والاتصالات، أو وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التلاتة والسياحة، أو وزارة الإعلام. في الجانب الحكومي اللي هو البرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي، فهم يقدموا على مقترحات بحثية في المنصة الإلكترونية
المقترحات البحثية هذه تقدم عن طريق الباحثين في المؤسسات لديهم أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، لكن تكون الإدارة المتكاملة لهذه المشاريع البحثية عن طريق هذه المؤسسات الحكومية، ويكون دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى التمويل بنسبة 50% من تكلفة هذه المشاريع. مثلا على سبيل المثال، لو عطينا مثال أحد المشاريع مثلا قيمته 100,000 ريال عماني، فتتكفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتمويل التشاركي بنسبة 50% من تكلفة هذا المشروع، يعني بمبلغ لا يتجاوز 50,000 ريال عماني لهذا المشروع، على أن تتكفل الجهات الأخرى اللي هي المقترحة لهذا المشروع البحثي بالنسبة المتبقية من تمويل هذه المشاريع، سواء التمويل كان يكون مادي أو عيني. نعم جميل، واضحة هذه النقطة. طيب بالنسبة للمشاريع هذه، ونحن اليوم نتكلم عن نسخة 10 أستاذ هيثم، يعني إلى أي مدى أيضا عندكم ما يثبت وهناك يعني معلومات مؤكدة وإحصائيات أو يعني حول مثلا الاستخدام الأمثل لمثل هذه البحوث اللي تم تمويلها على أرض الواقع؟ نعم، بالنسبة لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، نحن بدينا الدورة الأولى السنة الماضية، ولا زالت هذه الدورة يعني مستمرة إلى ديسمبر من هذا العام. كل دورة برامجية تمتد إلى مدة سنتين، فبيتم تقييم المشاريع البحثية اللي تم تمويلها السنة الماضية بحلول شهر ديسمبر، وبعدين نشوف طريقة تطبيق هذه المخرجات بالتعاون مع الشركاء، فبيتم تقييمها إن شاء الله خلال الفترة القادمة عن طريق فريق العمل بالتعاون مع الشركاء اللي هم الجهات الحكومية. وكذلك نحن أطلقنا في نفس الوقت الدورة الثالثة من هذا البرنامج اللي بتكون على بداية العام القادم. الدورة الثانية بديت هذا العام، يعني بيكون تقييمها بعد سنتين من الآن، بينما الدورة الأولى إذا رجعنا للخلف، الدورة الأولى بديت السنة الماضية وتنتهي هذا العام. فهو عمر البرنامج أو البرنامج في نسخته الحالية المستجدة لا زال جديد في برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بينما برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة هذا برنامج يعني مستمر لكل المؤسسات الأكاديمية، وكذلك المخرجات هي واضحة للعيان اللي هي تطبيق السياسات وكذلك الأولويات البحثية وإيجاد حلول علمية للتحديات اللي تواجه المؤسسات بالتعاون مع بعضها البعض، وكذلك بناء السعات البحثية اللي موجودة لديها، وخاصة من العمانيين العاملين في قطاع البحث العلمي والابتكار. شكرا أستاذ هيثم، وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الله يحفظك. شكرا للمدير المساعد لدائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هيثم بن حمد السالمي. كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم. كل الأسئلة.